أصدرت شركة ديزرت ليكس بياناً بعنوان طارق نور والحقائق الغائبة في ديزرت ليكس، وقالت فيه: ربما حان الوقت لإعادة النظر في هذا السيل الهادر من الشائعات والأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة، وتروجها بعض الأصوات والحسابات الوهمية والحقيقية على حد سواء، وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول الخبير الإعلاني طارق نور وشركة ديزرت ليكس التي تعمل في مساحة 800 فدان بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية. والحقيقة أننا لا نستبعد أن تكون جهات وكتائب إلكترونية إخوانية تقف وراء تلك الأكاذيب بعد فشل عدد من المنتمين للجماعة المحظورة في الاستيلاء على الأرض بالقوة منذ فترة. أولاً، إن كثيراً مما تم نشره في المواقع الإلكترونية بشأن الحكمين اللذين أصدرتهما المحكمة الإدارية العليا بشأن إعادة 405 أفدنة و271 فداناً للدولة ليس له أي سند من الصحة، وما تم نشره يخالف ما أصدرته المحكمة الإدارية العليا بشأن القضية. إن الحكمين الصادرين في هذا الشأن لم يرد بهما بأي حال من الأحوال ما ينص على سحب الأرض من ديزرت ليكس، وإنما أشارت المحكمة إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عرضت البيع بسعر 50,000 جنيه للفدان، وهذا لم يحدث مطلقاً ولم يتم العرض على الشركة، وإلا لما اضطرت لإقامة دعوتين قضائيتين ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حتى تلتزم بتحديد سعر الفدان وتحرير عقود بيع بعد استصلاح كامل مساحة 800 فدان من أراضي الصحراء بحيازة هادئة ومستقرة منذ عام 1991. ثانياً، مروج الأكاذيب يغفلون عمداً الحقيقة الأساسية، وهي أنه ليس هناك نزاع بين الشركة وبين الهيئة حول أحقية شركة ديزرت ليكس في تملك هذه الأراضي بعدما تم استصلاحها بالكامل، وإنما النزاع محصور فقط حول موعد تحرير العقود للشركة وتحديد سعر وتثمين هذه الأراضي، وهو الأمر الذي لم يصل الشركة منذ عام 2010 حتى الآن. ثالثاً، القواعد الاستثمارية الراسخة في مصر كانت تطلب من المستثمر استصلاح وزراعة الأرض الصحراوية أولاً على أن يتم تحديد السعر لاحقاً، وهذا بالضبط ما فعلته شركة ديزرت ليكس التي حرصت على زراعة الأرض كاملة وجرت معاينتها من قبل الهيئة عام 2009 واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة من جميع الجهات المعنية: القوات المسلحة، الآثار، الري، المحاجر، وذلك قبل التقدم بطلب لتملك الأرض وتحديد سعرها. والمفاجأة الصادمة هي أن اللجنة المعنية بتثمين الأراضي لم تجتمع منذ أكثر من 10 أعوام، بل أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أرسلت مذكرة بموافقتها على التصرف بالبيع للمجلس التنفيذي، غير أن المجلس التنفيذي لم يبت في الأمر منذ عام 2010 حتى الآن. وبطبيعة الحال طلبت الشركة بمحاسبتها بسعر المثل للفدان من تاريخ بدء استصلاح الأرض في عام 1991 طبقاً لأحكام القانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا، أسوة بباقي الشركات أو الأفراد في حالات مماثلة، غير أن الهيئة لم ترد على طلب شركة ديزرت ليكس حتى يومنا هذا. وبما أنه لم يتم الرد وبعد 3 سنوات من الانتظار، اضطرت الشركة إلى إقامة دعوتين قضائيتين ضد الهيئة لإلزامها بتحديد سعر للفدان وتحرير عقود البيع، وهذه القضايا مرفوعة من جانب الشركة ضد الهيئة لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحرير عقود البيع عن مساحة 405 أفدنة و271 فداناً. رابعاً، يتعين القول أن جزءاً من هذه الأرض متنازل عنه لأفراد جميعهم من عائلة طارق نور، وذلك لأنه لا يجوز البيع لأرض جار استكمال إجراءات امتلاكها رسمياً، أي أن التنازل في هذه الحالة قانوني بدليل أنه مصدق عليه في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. خامساً،
شركة ديزرت ليكس تحترم أحكام القضاء وتكن لها كل التقدير والاحترام، وأنها حريصة على تأكيد حقوق الشركة والوفاء بالتزاماتها أمام الدولة، فلم يعرف عن أصحابها والقائمين عليها أنهم من أهل المناورة والتلاعب، وبالتالي فإنها ترفض بحزم كل تشكيك في التلاعب بسمعتها أمام الدولة والرأي العام. سادساً، شركة ديزرت ليكس أدت ما عليها من التزامات أمام الله والقانون والدولة، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يحاول الإساءة إلى سمعتها بأي صورة من الصور.